وانطلقت الآن الجياد المشاركة في الشوط الأول على جائزة إبراهيم بن عبد الرحمن النفيسي يرحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخل الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. هذا الشوط على مسافة 2000 متر وقيمة الجائزة 52,000 ريال لجياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر في الشوط مفتوح الدرجات. ومستنفر الآن في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. في المركز الثاني الحاصد تقريبا في هذه الأثناء يتقدم أو تتقدم البخات الآن في المركز الأول بقيادة الخيال خسيبتيه الآن في المركز الأول والحاصد في المركز الثاني ومن ثم مستنفرة في المركز الثالث من الخارج. وهناك سقوط لأحد الخيالة وشاهد جواد في المؤخرة بدون خياله وبالسلامة إن شاء الله لجميع المشاركين. ومستنفرة في المركز الأول الآن مشاهدين الكرام عبر القناة الأولى بالتلفزيون المملكة العربية السعودية وسباقات الخيل السعودية. ومستنفرة متصدر الآن في الشوط الأول الحاصد يقترب الآن من الصدارة بالإضافة إلى محاولات البخت من الداخل. ومستنفرة من الخارج في المركز الأول الحاصد يتابع في المركز الثاني والبخت في المركز الثالث ومتابعة أيضا من المجموعة الثانية الآن مع المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية والصدارة لمستنفرة. محاولات من البخت من الداخل البخت الآن الصدارة تتقدم ومتابعة من الحاصد ومستنفرة من الخارج البخت المركز الأول وأشاهد تقدم لأحد الجياد من الخارج البخت متصدر الآن في المركز الأول بقيادة خوسي بيتي أو كاميلو بيتي في المركز الأول ومتابعة قوية الآن كما تشاهدون في هذه الأثناء متابعة قوية أيضا من خجل والمركز الأول إذن للبخت تصل أولا إلى خط النهاية وإعلنة فوزها بالمركز الأول في الشوط الأول على جائزة إبراهيم بن عبد الرحمن النفيسي يرحمه الله.